وأدعوكم مباشرة إلى زيارة. نرحب بكم في هذه الاحتفالية الصالون العربي للكتاب الذي ينظم هذه المرة على هامش هذا الموعد التاريخي الكبير الذي تحتضنه الجزائر ممثلا في انعقاد القمة العربية، حيث يتزامن هذا الحدث الهام ولحظة تاريخية مهمة في الفضاء العربي، لحظة تتأسس على استرجاع قيمة مهمة أرادها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تعلو العناوين كلها، ألا وهي لحظة جمع الشمل. إنه لشرف لنا أن يكون الكتاب هو نقطة انطلاق الفعاليات الثقافية التي تنظم على هامش القمة العربية وعلى مشارف الذكرى 68 للثورة التحريرية المباركة، كي نؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الثقافة والفنون والجزائر عموماً للقراءة والمطالعة